السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين ب 33% إلى 4000 ريال. وصناديق التحوط تبيع أسهم بايونتك وموديرنا قبل الإعلان عن الأخبار الإيجابية للقاحات كورونا. أهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية، أنا لارا حبيب. أكد أوغور ساهين الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك أن الشركة قد تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس كورونا في نهاية النصف الأول من ديسمبر أو أوائل النصف الثاني، كما يمكن الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر. وتوقع الرئيس التنفيذي لبايونتك أنه لن يكون هناك منافسة قبل منتصف عام 2021، لأن السوق حاليا ستكون بحاجة إلى كل الجرعات المنتجة من جميع الشركات التي تطور لقاح كورونا. وأضاف أن شركتي بايونتك وفايزر تعملان على تركيبة مطورة للقاح كورونا لن تتطلب تخزينا عند درجات بالغة البرودة كما هو الحال في التركيبة الحالية، وذلك لتسهيل التعامل معه في البلدان النامية. أكيد بالطبع، يوم أمس فايزر ذكرت بأنه نسبة نجاح لقاحها مع بايونتك ارتفعت من 90% إلى 95%، ورأينا ردة فعل إيجابية على سهمين. موديرنا بالأمس سجل بعض التراجع ب 5%، ولكن بالطبع هذه الأسهم كلها تسجل ارتفاعات قوية منذ مطلع العام. من جانب آخر، أظهرت بيانات أنه في الربع الثالث باع عدد من صناديق التحول هيدج فاندز مراكز في موديرنا وبايونتك قبل أن تعلن الشركتان عن تطورات إيجابية للقاح أدت إلى ارتفاعات قوية على أسعار أسهمهما. وقد ارتفعت أسهم بايونتك ب 26% منذ نهاية الربع الثالث وب 157% منذ يناير، فيما ارتفعت أسهم موديرنا ب 28% منذ نهاية الربع الثالث وب 376% منذ مطلع عام 2020. في مصر، تضاعفت أرباح شركة جي بي أوتو خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبع مرات لتصل إلى 432 مليون جنيه، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019. وعلى مدار فترة 9 أشهر نمت أرباح الشركة بحوالي 350% لتصل إلى 800 مليون جنيه، وذلك مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. للمزيد مشاهدينا معنا من القاهرة منصور قباني، عضو مجلس إدارة جي بي أوتو. أستاذ منصور، أهلا وسهلا بك. ما الأسباب التي دعمت هذه الارتفاعات القوية في مبيعات شركاتكم، علما بأنه نحن في حالة من الكوفيد وعالميا عم نشوف تباطؤ بمبيعات السيارات؟ أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة العربية الكرام. في البداية بوجه الشكر لجميع العاملين في مجموعة جي بي أوتو والإدارة ومجلس الإدارة لقدرتهم على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة أدت إلى تجاوزنا لهذه الأزمة اللي هي بتاعت وباء كورونا. في البداية احنا بنقسم نشاط الشركة إلى قسمين، قسم سيارات الركوب وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والإطارات، والجزء ده حقق
إيرادات 4.8 مليار بصافي ربح 235 مليون جنيه، منهم 100 مليون جنيه أرباح بيع أصول. أما بالنسبة للدراع الآخر وهو جي بي كابيتال، وبالتالي عفوا كم كانت نسبة النمو صافي ربح في إيرادات هذا القسم تحديدا؟ قسم السيارات الربع الثاني حقق إيرادات 2 مليار و800 مليون، وحاليا حقق 4 مليار و800 مليون. وبالنسبة لشركة جي بي كابيتال حققت 140 مليون جنيه صافي ربح بعد الضرائب والأقليات. بالنسبة للإجراءات أو الأسباب اللي أدت إلى تحسن النتائج بشكل كبير، نقدر نقول عوامل كثيرة، ولكن أهمها اتخاذ إجراءات صعبة جدا بالنسبة لمجلس إدارة البنك المركزي والسيد محافظ البنك المركزي، إجراءات استباقية بتخفيض أسعار الفائدة 3% وتبعها أيضا 0.5% في شهر 10 و0.5% في شهر 11. كل هذه الإجراءات بالإضافة إلى 8% المبادرة اللي كانت عاملاها محافظ المركزي، كل دي إجراءات ساعدت جدا على امتصاص الصدمة وتجاوز المرحلة الصعبة اللي كنا فيها بسبب وباء كورونا. والشركة أيضا اتخذت إجراءات بعضها خاص بسلامة العاملين في الشركة، وإجراءات أخرى لتخفيض المصروفات التشغيلية والرأسمالية وخفض ميزانيات القطاعات زي قطاع التسويق وقطاع الاي تي، وبيع برضو بعض الأصول الغير مستغلة استغلال أمثل. كل ده أدى إلى تحسن النتائج. فيما يتعلق بموضوع خفض الفائدة اللي ذكرته والتراجعات اللي شفناها بأسعار الفائدة، كم انعكس هذا على تكاليف التمويل لديكم؟ كم خفضها؟ السنة اللي هي مثلا 2019 احنا بندفع تقريبا 1.3 مليار جنيه فاينانس كوست، اما السنه دي نتوقع ان هذا الرقم، طبعا حاليا بندفع تقريبا 60 مليون في الشهر، فاتوقع ان احنا السنه دي يعني نوصل ل 800 مليون بدل ما كنا بندفع 1.3 مليار، ففي حوالي 500 مليون جنيه وفر في الفاينانس كوست. أستاذ منصور، ما هي توقعاتك للأوتلوك؟ يعني ماذا نتوقع كأداء للشركة؟ هل نتوقع هذا الأداء القوي يتكرر في الربع الرابع؟ أم يعني الوضع سوف يكون مختلف؟ وماذا عن العام المقبل؟ يعني الأول نتمنى إن شاء الله أن الفترة اللي جاية الثلاث شهور لا تشهد يعني نفس اللي شفناه السنة اللي فاتت بالنسبة للوباء بتاع الكورونا. احنا الأرقام ابتدت تزيد في مصر، ونتمنى إن شاء الله إن الثلاث شهور اللي جايين يمروا على خير. أتصور لو ما فيش مشاكل، احنا السوق المصري لعام 2020 نسبة النمو في سوق السيارات ستتجاوز أكثر من 15%، وإن شاء الله السنة الجاية يكون نفس الشيء، ولكن كل ده بيعتمد برضو على أزمة الكورونا. احنا اضطرينا نقفل مثلا المرور لمدة شهر، والشهر العقاري قفل، وكان في اجراءات احترازية، فان شاء الله السنة دي يعني تبقى اخف شوية من السنة اللي جاية من اللي فاتت. شكرا لك منصور قباني، عضو مجلس إدارة جي بي اوتو، شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده في الأسواق العربية. السماح لطائرة بوينغ 737 ماكس بالعودة إلى الأجواء. أهلا وسهلا بكم من جديد. في السعودية أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على نظام نطاقات الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص، وشمل التعديل رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 إلى 4000، أما من تراوحت رواتبهم بين 3 و 4000 فسيتم احتسابهم بنصف عامل، وعليه فلن يحسب العامل الذي يتقاضى أجورا أقل من 3000 ريال. وشمل النظام أيضا احتساب من هم بدوام جزئي لدى منشآت القطاع الخاص من السعوديين بنصف عامل، شرط أن يكون مسجل بالتأمينات وأن لا يقل أجره عن 3000، وأن يحسب أو يتم احتساب
ثلاثة أرباع عامل شرط إتمام 168 ساعة عمل، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة. جاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين وسط تحديات استثنائية أبرزها جائحة فيروس كورونا، فما هي البصمة التي ستتركها المملكة على مجموعة العشرين وعلى مجموعة الأعمال السعودية بعد انتهاء فترة رئاستها؟ لنتابع. جاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام وسط تحديات استثنائية لم يشهدها العالم من قبل، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا التي لم تدع أي اقتصاد أو قطاع حيوي يفلت من قبضتها. الأهداف والمرتكزات الاستراتيجية التي وضعتها المملكة برهنت على قدراتها القيادية على مستوى العالم، فبحكم رئاستها هدفت السعودية إلى تسريع التحول نحو النمو المستدام والشامل للاقتصاد العالمي وتعزيز دور المملكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وإبراز إسهامات مجتمع الأعمال السعودي. ووضعت مجموعة الأعمال السعودية مرتكزات استراتيجية شملت التميز، أي الخروج بسياسات تترك بصمة وأثرا دائما لما بعد 2020، ومن أبرزها مبادرة كوفيد-19 وأعلى نسبة تمثيل للمرأة في فرق العمل، بالإضافة إلى إنشاء مجلس سيدات الأعمال الأول من نوعه. كما قامت مجموعة الأعمال السعودية بإطلاق مبادرة التواصل مع جميع مجالس الغرف التجارية في دول مجموعة العشرين، نتج عنها عقد أكثر من 15 حدثاً افتراضياً بحضور أكثر من 3500 مشارك. وبالنسبة للمنحنى العملي، أي التوصية بسياسات فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق، فقد رفعت مجموعة الأعمال السعودية 25 توصية وأطلقت 3 تقارير خاصة، الأول حول إنعاش الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا، والثاني تحت عنوان جواز سفر سلاسل القيمة العالمية، والثالث حول التوافق بين توصيات المجموعة وأهداف التنمية المستدامة. وقد أصدرت المملكة في هذا السياق 11 بيانا مشتركا مع الشركاء والجهات ذات العلاقة. أما فيما يتعلق بالشمولية، أي نهج منفتح وتعاوني يحتوي كل الجغرافيات والأعمال بمختلف أحجامها، فقد جمعت مجموعة الأعمال السعودية أكثر من 370 عضوا وأكثر من 30 رئيسا تنفيذيا لشركات عالمية رائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 رئيسا ورئيسا مشاركا. وأكد السعودية على تمثيل قوي من دول مجموعة العشرين بما فيها النساء، التي بلغت مشاركتها 34% في فرق العمل و43% في رئاسة فرق العمل. وقد تم عقد أكثر من 26 حدثا افتراضيا لضمان الشمولية وكسب التأييد. هذه الإجراءات تؤكد على أهمية السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، كقوة اقتصادية كبرى في كافة المجالات، وليس فقط من حيث الدور المحوري الذي تلعبه في استقرار أسواق النفط. وقد قامت مجموعة الأعمال السعودية بتعزيز طموحات التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030. وننتظر إذن مشاهدينا انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض على مستوى الرؤساء يومي السبت والأحد، ومعنا مباشرة من المركز الإعلامي في القمة زميلة فاطمة الضاوي، مفادتنا إلى هناك. فاطمة، أهلا وسهلا بك. قمة افتراضية تعقد لأول مرة في دولة عربية، كيف هي التحضيرات لعقد هذه القمة في التي تعقد بالطبع في أوقات استثنائية؟ أهلا بك لارا، وأهلا بمشاهدينا لهذه التغطية لقمة استثنائية. كما ذكرتي حتكون قمة افتراضية تأتي في سنة أيضا صعبة وسنة استثنائية حملت الكثير من التغييرات على مستويات، على جميع المستويات فعلا، على مستوى سياسي اجتماعي وأيضا اقتصادي. نحن نتحدث عن قمة سوف تبدأ يوم السبت والأحد، ولكن نحن الآن بحضورنا وحضور إعلامي كبير مكثف لتغطية كل الإخطارات الإعلامية اللي بنسمعها بدءا من صباح هذا اليوم. لارا، دعينا نتحدث أو نتوقف لكي نعطي المشاهد نظرة أو فكرة على الظروف اللي احنا بنتحدث عنها واللي بتنقام فيها هذه القمة الاستثنائية. انتخابات رئيسية أمريكية
الأمريكية مهم جدا. بايدن يدخل اللعبة، دونالد ترامب سوف يخرج من اللعبة السياسية لأهم اقتصاد في العالم. عندنا أيضا تداعيات جائحة كورونا، وأيضا هناك الكثير من الأنظار حول العالم لتقييم جهود المجموعة العشرين اللي بيمثلوا 80% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي. كيف سوف يستجيبون لمحاربة هذا الوباء وأيضا الحد من تداعياته على مستوى اقتصادات العشرين وأيضا اقتصادات الدول الفقيرة؟ إذن الموضوع الرئيسي اللي أصبح هو أولوية على طاولة الاجتماعات هو مكافحة الوباء بشكل رئيسي. تقييم الخطوات من قبل الدول المختلفة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى، اللقاح أو السباق السريع لإيجاد لقاح. هذه الأسابيع الأخيرة والأسبوعين بالتحديد سمعنا الكثير من التصريحات المهمة سواء من فايزر أو موديرنا أو أيضا من الشركة الصينية والروسية أن لقاحاتهم وصلت إلى فعالية كبيرة جدا، ولربما الأسابيع القادمة سوف تحمل لنا مفاجآت إيجابية بفعل إنتاج هذا اللقاح وتوزيعه بشكل أسرع. نحن أيضا نتحدث عن أرقام مهمة جدا من حيث الإصابات. نحن الآن فقنا 55 مليون مصاب، وأكثر أو بدأنا نقترب من حوالي 1.5 مليون حالة وفاة حول العالم. منظمة التعاون الاقتصادي بتتوقع أنه يكون في تراجع في نمو الاقتصاد العالمي ككل ب 2020 ب 4.5%. أيضاً ماذا قامت به دول مجموعة العشرين إلى حد هذه الساعة برئاسة السعودية هذا العام؟ تم ضخ 21 مليار دولار فقط لمكافحة الوباء بما في ذلك إنتاج لقاح وتوزيعه. تم ضخ من قبل الحكومات المشاركة في مجموعة العشرين بما فيها المصارف المركزية حوالي 11 تريليون دولار هذا العام لحماية الاقتصاد العالمي، لإنعاش الاقتصادات، لحماية الأساميز أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتبقى المشكلة الرئيسية أو الضغط اللي هو موجود على حامل مجموعة العشرين برئاسة السعودية هو هيكلة أو خلينا نقول البلان المفروض ينوضع لمساعدة الدول الفقيرة. الدول الفقيرة عندها قروض وهناك نسب أو ريسك أو حتى مخاطر لتعثر هذه الدول من دفع القروض أو الفائدة بسبب تداعيات جائحة كورونا. والمفروض أن نسمع من وزراء المالية حل آخر عوض الفريز أو إيقاف دفع المستحقات لهذه الدول. هذا هو الضغط اللي موجود بشكل رئيسي على دول مجموعة العشرين. نحن نتحدث أيضا عن لقاء افتراضي وهذا بحد ذاته صعب جدا. قبل قليل كان هناك كلمة لرئيس صدايا وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دكتور الغامدي، وقال أنه خلال الأشهر الماضية التي سبقت هذا الاجتماع وتسبق القمة 700 اجتماع افتراضي تم تنسيقه بشكل فعال وشكل ناجح. وهذا ألقى الضوء لربما على دور التكنولوجيا، دور الديتا، دور الذكاء الاصطناعي، وكذلك تمكن المملكة العربية السعودية بأن تصبح أو تكون فاعلة ومتواجدة وتتمكن أو تنجح من تنسيق هذه اللقاءات افتراضيا بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية. من حيث الأتندنس لارا أو من سوف يلقي كلمة افتراضيا، أيضا من المتوقع أن نسمع كلمة لأنجيلا ميركل، كلمة للرئيس الروسي بوتين، لا أيضا كلمة للرئيس الصيني. الصين أيضا تلعب دور في مجموعة العشرين، ولازلنا نتابع المحادثات التجارية ما بين أكبر لاعبين في العالم وهي الصين والولايات المتحدة بدخول رئاسة جديدة. بومبيو وزير الخارجية لفريق دونالد ترامب يمكن أن يكون متواجد بشكل أو آخر. هناك أيضا كلمة متوقعة بعد قليل لياسر أرميان اللي هو رئيس أرامكو محافظ بي آي إف، لكي يعطينا أيضا فكرة على ماذا يمكن أن نتوقعه من الناحية الاستثمارية الاقتصادية وجميع النقط اللي بتهمنا إحنا كصحفيين اقتصاديين، واللي يمكن أن نسمع بعض المزيد من الإعلانات خلال هذه الأيام بالطبع بما يخص ماذا يمكن أن تقوم به السعودية لدعم الاقتصادات العالمية وأيضا القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد ومكافحة تداعيات الوباء. على كل فاطمة، يعني لا ننسى هنا بأنه السعودية هي التي دعت إلى قمة افتراضية استثنائية بعد جائحة كورونا
وأكيد مثل ما ذكرتي كل الأسئلة الآن، ما هي الإجراءات الأخرى التي ممكن أن نسمعها لدعم الدول الأكثر فقراً يلي استفادت حتى الآن ب 21 مليار دولار، 46 دولة تم تأجيل ديونها؟ السؤال ربما المهم هنا فاطمة، إن كانت جهات تمويلية أخرى سوف تنضم إلى هذه المبادرة. فاطمة أنت باقية معنا من الرياض لتعطينا كل جديد حول قمة مجموعة العشرين الاستثنائية والتي تعقد لأول مرة في السعودية. شكرا لك للآن الزميلة فاطمة الداوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، من فاطمة ننتقل سريعا إلى زميلة كارينا كامل من لندن. كارينا أهلا وسهلا بك، لدينا دقيقة معك، الأسواق متراجعة، ما هي الأسباب؟ ببساطة شديدة لارا، هنا في بريطانيا القلق يتزايد بشأن نهاية المرحلة الانتقالية للبريكزيت من دون اتفاق، وهذا يلقي بظلاله على البورصة البريطانية. ومن ناحية أخرى تراجعات وول ستريت تلقي بظلالها على البورصات الأوروبية التي تبدأ الجلسة على تراجع وتواصل التراجع منذ الصباح مع زيادة حالات الكورونا في الولايات المتحدة والعودة لغلق المدارس في أماكن مثل نيويورك. هذا كله يلقي بظلاله، والأسهم التي تتعلق بالدورة الاقتصادية السيكليكال هي المتراجعة بالدرجة الأكبر، سواء كان أسهم الطاقة أو البنوك، شركات السفر وغيرها. ونحن طبعا ننتظر بيانات إعانات البطالة لاحقا في الولايات المتحدة، ولارى كل الأعين على أي تصريح يصدر من بروكسل قد يشير إلى نوع من الانفراج على مستوى البريكزيت. الجنيه الاسترليني متماسك، ولكن السوق قلق جدا بشأن هذا الأسبوع الذي قد يكون حاسم بالنسبة للبريكزيت. كارينا كامل مراسلة العربية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، قبل أن نختم، نظرة على أرقام الأسواق الأوروبية المتراجعة إذن بجلسة اليوم بعد خسائر في الأسواق الأمريكية في جلسة يوم أمس. الكاكاروت حاليا يخسر 18%، الآيبكس 19% من التراجع. المخاوف هنا بأنه عم نشوف عودة أو إجراءات تشددية للحركة، أكيد رأيناها في أوروبا وأيضا الآن تتزايد في الولايات المتحدة، وهذا يقلق الأسواق بالرغم من الأخبار الإيجابية حول اللقاح. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.